المحافظ الاستثمارية تعود بعد 10 سنوات. أعلنت الحكومة الليبية في طرابلس عقد اجتماع طارئ مع صندوق الإنماء الاقتصادي لوضع آلية دقيقة لصرف أرباح المحافظ لمستحقيها مع بداية السنة الجديدة، وذلك بعد التصعيد والمظاهرات الكبيرة التي قام بها ملاك المحافظ الاستثمارية. لا نستطيع الآن أن نقول أن هذه المحافظ أنشئت بقرار، وبالتالي يستطيع مجلس الوزراء أن يلغيها بقرار. إذا فعل هذا سيتحمل مسؤولية تاريخية، لأن هؤلاء سيذهبون إلى المحاكم، وبالتالي لا أعتقد أن من مصلحة الدولة في هذه الظروف أن تضيف سببا آخر لما نحن فيه. ويبلغ عدد هذه المحافظ حوالي 264 ألف محفظة استثمارية تنتظر رفع التجميد. ويقول مختصين في القطاع الاقتصادي أن ثمن الحافظة الواحدة مع أرباحها اليوم لا يقل عن 800 ألف دينار ليبي، وهذا مبلغ يعتبر رمزي مقارنة بحجم الأرباح التي جنتها المؤسسة الليبية للاستثمار طيلة 10 سنوات متتالية، حيث تتوزع استثمارات المؤسسة في أكثر من 430 شركة و500 عقار فخم في كل من إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وتعتبر المحافظ الاستثمارية ملكية خاصة لأصحابها لا يجوز المساس بها بموجب القانون رقم 7 الذي أصدره مجلس النواب. ما رأيك في هذه الخطوة؟